يحتفل الشعب المغربي اليوم في أجواء من الحماس الفياض والتعبئة المستمرة واليقظة الموصولة حول قضية الوحدة الترابية، يحتفل بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء المظفرة والتي مكنت الشعب المغربي من استرجاع أقاليمه الجنوبية. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في مقال لها أن هذا الحدث النوعي الذي أبدعته عبقرية المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه، وانطلقت فيه جماهير المتطوعين من كل شرائح المجتمع المغربي سنة 1975 صوب الأقاليم الجنوبية للمملكة لتحريرها من براثن الاستعمار الإسباني، يجسد أروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وقد أظهر هذا الأسلوب الحضاري السلمي الفريد من نوعه للعالم أجمع صمود المغاربة وإرادتهم الراسخة في استرجاع حقهم المسلوب وعزمهم على إنهاء الوجود الأجنبي والاستيطان الاستعماري، حيث حققت المسيرة الخضراء المظفرة أهدافها وحطمت الحدود المصطنعة بين أبناء الوطن الواحد.